تأملات في زمن الخمسين. قال الرب: من يتبعني فلا يمشي في الظلام، يوحنا 8. هذا هو كلام المسيح الذي يجب أن نتعظ به، أن نقتفي آثار سيرته ونتخلق بأخلاقه إن كنا نريد أن نستنير حقا وننجو من عمل قلب. فليكن إذن أقصى اجتهاد التأمل في حياة يسوع المسيح. فمن أراد أن يستوعب كلام المسيح ويتذوق هذه العذوبة، ينبغي له أن يجتهد في أن يطابق حياته كلها على حياة المسيح. فماذا ينفعك لو بحثت بحثا عميقا عن الثالوث وكنت خاليا من التواضع الذي تميز به السيد المسيح؟ في الحقيقة أن الكلام السامي لا يقدس الإنسان ولا يبرره، بل السيرة الفاضلة وهي أن تسير فعلا على خطى المسيح. فلو عرفت كل الكتاب المقدس عن ظهر قلب، فما الفائدة من ذلك بدون المحبة، محبة الله ونعمته؟ فتواضع أمام الله، لأن كل شيء باطل ما خلا حب الله وعبادته. هذه الحكمة السامية التي يسعى الإنسان فيها ليحصل على الملكوت السماوي. فأيها الحبيب، ردد في ذهنك قول الحكيم: لا تشبع العين من النظر ولا تمتع الأذن من السماع. فاجتهد أن تتبع المسيح لكي تغوص في عمق حياته، فتبتعد عن المنظورات لتعكف على الأمور غير المنظورة، وتسعى نحو السماء، نحو اللقاء الحقيقي مع السيد المسيح القائم من بين الأموات. آمين.